φωνή της Ελλάδας. يرافقكم بها وليد الياس. ذكرت مصادر صحفية أنه سيجمع لقاء ثنائيا بين رئيس الوزراء المليك الياكوس متسوتاكس ورئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للوزارة المتحدة بالتاريخ 24 أيلول سبتمبر أو بالتاريخ 25 من في نيويورك. شهد الموقف الرسمي المليك التاسع أن رئيس الوزراء متسوتاكس أرسل من معرض أمريكا الدولي رسائل تنم عن الأمل وشدية القرار، مضيفا رئيس الوزراء صرح بالتفصيل مشروع الحكومة المائي الذي يمتد على مدار 12 شهرا. أثارت بعض تصريحات رئيس الكونغرس الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين خلال إعلانهم مسار الثلاثاء أسماء الطاقم للاستعمال معها خلال السنوات الخمسة القادمة، أثارت انتقادات طالت في غالبيتها حقيبة حماية طريقة حياتنا الأوروبية.